توقعات أسعار الفائدة في مصر قبل اجتماع البنك المركزي اليوم 22 ديسمبر 2022. فلما نكتب في جوجل البنك المركزي المصري وأسعار الفائدة هيطلع لنا بعض اللينكات المهمة جدا. طبعا احنا الاجتماع ده مهم جدا لأنه بيجي بعد أسبوع من رفع الفائدة للفدرال الأمريكي على الدولار بحوالي 50 نقطة، 0.5%. وطبعا كان في خبر مهم جدا اللي هو موافقة صندوق النقد الدولي على بدء إقراض مصر حزمة من القروض بتساوي 3 مليار دولار، بالإضافة إلى حزمة أخرى من مؤسسات وجهات دولية تبعا لذلك، وبدأت بشريحة 300 مليون دولار وأكثر، في رينج 300 دولار، يعني 300 مليون دولار. فهنا لما بنشوف في لينكات مهمه جدا زي عربيه دوت نت، في هنا لينك عن ابرز توقعات اسعار الفائده في مصر قبل اجتماع البنك المركزي، وفي البنك المركزي المصري الموقع بتاعه، وفي المتوسط الشهري لسعر الفائده في البنك المركزي، وفي كمان فاحنا لو دخلنا هنا مثلا على البنك المركزي المصري على اللينك دوت اللي هو الموقع الرئيسي او الرسمي للبنك المركزي المصري، ممكن نلاقي الخبر وتوقعات النهارده ان شاء الله. طبعا ده هيأثر على الاقتصاد في مصر، على التضخم، على صرف الجنيه بالنسبه للدولار، سعر صرف الجنيه للدولار، وكمان هيأثر على البورصه وهيأثر على كل القطاعات. الفائده طبعا بتأثر في كل الاتجاهات طبعا لما بترتفع. احدث عنوان اللي هو كتاب دوري بتاريخ 18 ديسمبر بشان تعديل ضوابط احكام الرقابه على حصائل تصدير الذهب. فده موقع مهم جدا المفروض نعمل عليه فيديو مخصوص، اللي هو موقع الالكتروني للبنك المركزي المصري. فانا لو خدت هنا كده كنترول سي، وعلى اساس ان ده الفيديو القادم هيبقى عنه، فهرجع هنا باك لان انا عاوز اجيب الخبر بتاع النهارده اجتماع البنك المركزي لليوم. فهضغط هنا اهو، على الخبر اللي هو بتاع عربية دوت نت، هو هيناقش الخبر دوت في اجتماع البنك المركزي المصري حسم رفع الفايدة وأسعار الفايدة على الودائع في مصر بكل أشكالها وكل أنواعها. توقعات بزيادة كبيرة قدرها 200 نقطة أساس، يعني حوالي 2% لدعم الجنيه وكبح التضخم. طيب ده خبر جميل، وده هيعمل عملية نقل للسيولة في الأوعية الداخلية المختلفة ما بين البنك والبورصة والعكس، ما بين العقارات والبنوك والبنوك، يعني بتحصل عملية ترويج ورواج اقتصادي ونقل وتدفقات نقدية من وإلى الأوعية الداخلية المختلفة. وهنا الاستطلاع شمل 12 محللا الى رفع البنك المركزي المصري اسعار الفائده على الودائع الى 15.25% ورفع فائده الاقراض الى 16.25%. و هل هناك شهادات، هل هناك شهادات بفائده مرتفعه تصل الى 20%؟ ده اللي احنا بندور عليه في الخبر. طيب انا هنسخ الخبر واحطه في الوصف. شكرا لاستماعكم، وتواصل معايا واكتب التعليق وانا هرد عليك. شكرا جدا.